وما زلنا مع حضراتكم وهذه المتابعة المستمرة ومفيدين في التلفزيون المصري في شرم الشيخ، والآن مع موفدة التلفزيون المصري ريهام الديب. ريهام، بعد التحية أهلا بك ريهام. يعني اطلعينا ريهام بعد التحية، اطلعينا على أهم ما لديك اليوم وما تبعتيه من جلسات، أهم الجلسات والحضور الأبرز والمشاركين اليوم في الجلسات. اهلا بك شروق، وبرحب طبعا بكل مشاهدينا على شاشه القناه الاولى بالتلفزيون المصري. وهذا المؤتمر، مؤتمر كوب 27 لتغير المناخ، في هذه الدوره الاستثنائيه الخاصه، الدوره 27 التي تستضيفها مصر وتراسها مصر، والذي يحتل اهميه كبيره نظرا لانه بيتناول قضيه من اخطر قضايا القرن، ونظرا ايضا لانه بيحمل شعار معا للتنفيذ. ولكي يتحقق التنفيذ لكل ما تم توقيعه من اتفاقات ولكل ما تم من محادثات ومفاوضات خلال القمم السابقة ومؤتمرات تغير المناخ السابقة، بالتالي لابد من التركيز على الركيزة الأساسية وهي التمويل. التمويل الذي يعتبر هو حجر الزاوية لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه من إجراءات ومن مفاوضات وتباحثات، وذلك لأن التمويل هو الذي يؤدي إلى العمل الفعلي والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع لكل هذه الاتفاقات فيما يتعلق بمواجهة والحد من الآثار السلبية للتغير المناخي. اليوم شروق بيحمل عنوان يوم التمويل أو Finance Day. هذا اليوم بيحتل أهمية كبيرة للغاية نظرا للهدف الرئيسي منه، هو الهدف الأبرز من هذا المؤتمر، لأن التمويل مثلما ذكرت هو الأساس لتنفيذ كل ما تم من اتفاقات بين الدول المختلفة المشاركة في المؤتمرات السابقة، وكذلك أيضا في الدول المشاركة في هذا المؤتمر المهم والذي يعد الحدث الأبرز ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضا على المستوى الدولي. كانت كل الجلسات بتركز في الأساس على هذا العنصر الرئيسي، عنصر التمويل. كانت هناك جلسة في منتهى الأهمية شهدها رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وأعلن فيها عن إطلاق ما يعرف بالمنصة الطوعية لتداول شهادات الكربون، والتي تعد إحدى الآليات المبتكرة في عملية التمويل، وهي بتستخدم في الأساس لتمويل المشروعات المتعلقة بالاستدامة. وبالتالي من خلال شهادات الكربون بيتم في الأساس الاعتماد على القطاع الخاص كمنفذ رئيسي لكل المشروعات المتعلقة بالاستدامة. وهذه الجلسة كانت جلسة مهمة للغاية لأنها أيضا كانت بمشاركة الكثير من المسؤولين، ووزيرة التخطيط دكتور هالة السعيد أكدت على أهمية هذه المنصة وأهمية دور القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي في تمويل الكثير من المشروعات المتعلقة بالاستدامة لمواجهة الأثار السلبية للتغير المناخي، بالإضافة أيضا إلى وزيرة البيئة التي أكدت على الدور المهم الخاص بهذه السندات، سندات أو شهادات الكربون، والتي تعد مثلما ذكرت أحد أبرز الوسائل المبتكرة والآليات المبتكرة للتمويل، وأنها أيضا بتعتبر أحد الآليات لتنفيذ اتفاق باريس بشكل أساسي. وذكرت أيضا وزيرة البيئة أن الوزارة معنية في الأساس بالعمل على يعني إطلاق هذه المنصة وتذليل كل الصعوبات وفقا للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وكذلك أيضا وفقا لخطة المساهمات المحددة وطنيا، وكذلك أيضا من خلال المبادرة الوطنية لتمويل المشروعات الخضراء نوفي. وهذا طبعا تم في إطار توقيع العديد من الاتفاقيات من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، شهد توقيع عدد من الاتفاقيات في إطار هذه المبادرة الوطنية نوفي، والتي تسهم إلى حد كبير في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والاستثمار في الاقتصاد الأخضر الذي له دور كبير للغاية في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ وأيضا التكيف مع تداعياته الحالية. إذن هذا المؤتمر شروق هو مؤتمر بيشهد زخما عالميا كبيرا نظرا لخطورة القضية التي يتناولها، وكذلك أيضا خصوصية هذا المؤتمر أنه معا للتنفيذ، كل المجتمع الدولي بيعمل يد واحدة وبصوت واحد من أجل تنفيذ كل ما تم
الاتفاق عليه من قبل والعمل على التمويل والالتزام تجاه الدول الأكثر تضررا من الدول النامية والدول الفقيرة وبشكل خاص طبعا الدول الإفريقية والتي تمثلها مصر لكي تخرج القرارات المصيرية والقرارات العاجلة من هنا من أرض السلام مدينة شرم الشيخ لكي يضاف ذلك إلى دور مصر المحوري وذلك على مستوى العالم في التصدي لقضية من أخطر القضايا وهي قضية تغير المناخ. إليك الشروق. نعم ريهام الديب مفادة التلفزيون المصري، جزيل الشكر لك لهذا الشرح والتفصيل.